السلام عليكم ورحمة الله. معانا عروض بيع لمشتركين القناة. لو أي حد بأمر الله حابب يعمل عروض بيع في القناة المتواضعة بتاعتنا، التفاصيل نهاية الفيديو. رجاء الاشتراك في القناة للاستفادة من المزايا اللي بتقدمها القناة لمشتركينها. يلا بينا نشوف العروض. السلام عليكم يا شباب، دول قص بلو سكاي ريمبو، الدكر ناحيتي والنتاية هي اللي جوه. الجوز دول اشتغلوا عندي 20 للأمانة، يعني هما اشتغلوا 20 وأنا خدت 20 بتوعهم والحمد لله اتباعوا. الجوز دول إن شاء الله بإذن الله مطلوب فيهم 300 جنيه، يعني هما عايزين يشتغلوا، ما بيخشوا العش والله وكده، بس أنا هشيل لهم العش عشان عايز أبيعهم. وسبب البيع والله إن عايز أجدد، يعني أجيب حاجة مستويات أعلى، أجيب فولة لأولتين أو حاجة. وإن شاء الله لو في حد عنده دكر لاتيني محترم كده، كتفين محترمين يكون على وش شغل، مستعد ندخل، ولو في فرق مفيش مشكلة يدفع عادي. الجوز دول إن شاء الله مطلوب فيهم 300 جنيه زي ما قلت يا شباب. رقم التليفون التواصل 011-21-35-15-50. مكان التسليم محطة مترو الملك الصالح، ولو في حد عنده دكر أنا ممكن أجي لحد عنده عشان أتفرج برضه على الدكر اللي هيكون عنده ده. شكرا. السلام عليكم يا شباب، دول جوز ريمبو على فايلوت، الدكر اللي قدامنا اهو، النتاية اللي ورا. الجوز دول الكبار برضو على شغل بإذن الله، يعني او تركيب وشوش برضو ان شاء الله يشتغل على طول الموسم ده بإذن الله. الجوز دول كبار، صحة وريش طبعا وضوافر، ويعني حاجة ما شاء الله ممتازة. الجوز دول ان شاء الله مطلوب فيهم 350 جنيه. رقم التليفون للتواصل 011-21-35-15-50. المكان التسليم محطة مترو الملك الصالح. السلام عليكم يا شباب، معانا النهاردة إن شاء الله جوز عصافير ريمبو على موف، ما شاء الله يعني صبغة الوش باينة والجسم صبغته برضو تقيلة وباينة اهي. الجوز دول كبار على شغل بإذن الله، الذكر والنتاية مختارين بعض. الجوز دول هتركبه عشوش، يعني أول ما يركب عشوش إن شاء الله يشتغل على طول بإذن الله. الجوز دول إن شاء الله بإذن الله مطلوب فيهم 200 جنيه. رقم التليفون للتواصل 011-21-35-15-50. التسليم محطة مترو الملك الصالح. السلام عليكم يا شباب، ده قفص كوكتيل، كوكتيل مش استراليا يا شباب. هو بالأمانة هو مستعمل، بس كنت حاطط فيه عامله مطار للزغاليل، يعني القفص بحالته سليم، مفهوش أي حاجة، الدرج بتاعه سليم 100%، مفهوش حتى شرخ ولا كسر ولا شرخ ولا أي حاجة، يعني ما شاء الله يعني سليم 100%. الباب هنا وباب في الجنب، بأكد للمرة المليون يا شباب، ده قفص كوكتيل مش استرالي، ده قفص كوكتيل مش استرالي، تمام. إن شاء الله بإذن الله القفص مطلوب فيه بالوقفة الخشب بتاعته، دي وقفة خشب زان، مطلوب فيه إن شاء الله 60 جنيه. في ان شاء الله 4 اقفاص، والاربعه نفس الحاله كده، يمكن احسن كمان من الحاله اللي انا بصورها دي. ان شاء الله لو حد هياخد ال4 اقفاص هنحسبهم على 200 جنيه، يعني القفص على 50 جنيه. الوقفه الزان دي لوحدها والله يا شباب انا كنت جايبها ب10 جنيه، يعني ف القفص ان شاء الله عامل 50 جنيه، 50 جنيه جوه العرض، يعني مع الاربعه مع بعض، لو حد هياخد واحد لوحده عامل 60 جنيه القفص. ده قفص كوكتيل المرة المليون، بأكد عشان محدش يقولي ده قفص استرالي بخمسين جنيه ليه وكده. ده قفص كوكتيل، ده دلوقتي عند أم علي في السوق، عند الحاج أم علي، عامل 80 جنيه. الأستاذ مصطفى مصوره على في التقرير بتاع أسعار القفص والأكل. ده يا شباب أنا عرضه على 50 جنيه مستعمل، بس استعمال نظيف جدا جدا. رقم التليفون للتواصل 011-21-35-15-50. مكان التسليم محطة مترو الملك الصالح. شكرا. السلام عليكم يا شباب، معانا ان شاء الله دكرين ريمبو على فايلوت، هما دكرين مش دكر وانتهى، دول دكرين تمام، برضو جاهزين على وش شغل، كبار، اول شغلهم ان شاء الله عند صاحب النصيب، يعني هو اظن واضحين.
الاتنين على فايلوت والدكرين كبار. اي دكر ان شاء الله من دول على 150 جنيه ان شاء الله. رقم التليفون للتواصل 011-21-35-15-50. مكان التسليم محطة مترو الملك الصالح. وبكده تكون عروضنا خلصت. لو اي حد حابب يعرض عروض في القناة بتاعتنا يبعت العرض بتاعه على رقم واتس 011-478-6716. يفضل طبعا ان الفيديو يكون مصور بالعرض وتقول فيه جميع التفاصيل. الشروط بسيطة جدا، ان العصفور بتاعنا تكون صحته كويسة وفيش اي عيوب وتكون اسعار مناسبة. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله.